تعلن جامعة محمد الخامس بالرباط عن انطلاق عملية التسجيل الفعلي والقبل الإلكتروني لفائدة الطلبة والطلبة الجدد برسم الموسم الجامعي الحالي بمختلف المؤسسات التابعة لها. المرحلة الأولى: التسجيل القبل الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني لرئاسة الجامعة inscription.umc5.ac.ma في الفترة الممتدة ما بين شهري يونيو ويوليوز، وهذه المرحلة ملزمة. المرحلة الثانية: وضع ملفات التسجيل في بداية شهر شتنبر بمصلحة الشؤون الطلابية بالمؤسسة المعنية. تتم عملية التسجيل القبل الإلكتروني بالنسبة لجميع الطلبة الغير مأجورين والمأجورين، وذلك عبر 5 مراحل: إنشاء البريد الإلكتروني وملء بياناته بالنسبة للطلبة الجدد، الولوج إلى المسالك المتعلقة بالمسارات المتوفرة، اختيار المسالك المناسبة لمؤهلاتكم، تحميل وطبع وصل التسجيل للإدلاء به. ولمعرفة كافة المعلومات عن المسالك تجدونها بالموقع الإلكتروني للجامعة www.umc5.ac.ma. وللمزيد من المعلومات أرجو اتصال بمصلحة الشؤون الطلابية بالمؤسسة المعنية